سنوات وهم يعيشون بيننا بهدوء قتل كل إبداع وطموح داخلهم، لكن بإصرارهم وتحديهم لما ابتلاهم الله به استطاعوا أن يوجدوا لهم مكانا تحت الشمس وأن يحفروا في صخور الحياة ليتميزوا ويدخلوا سوق العمل. في دائرة الجنسية والإقامة بدبي ترتسم صور عدة لتميز ذوي الإعاقة في مجال عملهم. هنا يجلس يوسف وعلي يؤدون عملهم بكل هدوء، ولا تخلو جلساتهم من النقاش ومساعدة بعضهم لبعض في أداء ما يوكل إليهم من أعمال. حقيقة يعني من منطلق حرص إدارة الجنسية والإقامة على دمج جميع فئات المجتمع، الشباب الإماراتي عامة وذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا، القصد منه يعني إزالة الحواجز أو أي يعني تفرقة ما بين هاي الفئة والفئة السوية. نحن حقيقة هنا نعتبرهم أسوياء، فكان التوجه من إدارة الجنسية والإقامة إلى اكتشاف إبداعات هاي الفئة من الشريحة المجتمعية، باحتضانهم، اكتشاف إبداعاتهم وقدراتهم اللي هي ممكن قد تتفوق على قدرات الناس السويين العاديين. يوجد حاليا عندنا أكثر من 17 موظف وموظفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تختلف إعاقاتهم ما بين إعاقة سمعية وإعاقة جسدية. طبعا المعايير اللي نحن نحددها في اختيار هاي الموظفين مرتبطة بالوظيفة اللي سيشغلونها، سواء كانت وظيفة يعني تقنية أو وظيفة إدارية. في قسم المعاملات لا تألو لطيفة جهداً لتنجز أكبر قدر من المعاملات وتساعد المراجعين على سرعة إنجاز معاملاتهم رغم صعوبة حركتها، إلا أنها تجد في عملها فرصة لتبدع وتوجد لنفسها مكاناً على خارطة التحديات. هل تجد صعوبات هنا في العمل كعمل؟ هل تجد في صعوبات؟ على أي ناحية؟ التعامل مع المراجعين، التعامل مع الإدارة بشكل عام يعني. لا الحمد لله ما حصلت أي صعوبات، لكن الطريق شوية كان في نص يعني طريق مجال وأنا داخل العمل في صعوبات بسيطة، فالحمد لله الحين أحسن. لو نتحدث عن طموحاتك المستقبلية بعد أن انخرطتي ودخلتي سوق العمل وصارت لك تجربة في العمل الميداني، ما هي طموحاتك في المستقبل؟ أنا والله طموحاتي حاليا إن شاء الله حصل على بطولة عندي بطولات دولية وعربية، إن شاء الله حصل بطولات خارجية مثلا بطولة لندن 2010. على الصعيد العملي شو طموحاتك؟ على صعيد العمل طموحاتي إن شاء الله أتوفق دائما. إذا دخلت قسم تقنية المعلومات فإنك حتماً ستلحظ حواء تجلس على مكتبها مؤدية عملها بكل تفان في صورة تبعث على الإعجاب والتقدير، لكن ما لا نعرفه أن حواء فتاة صماء، لكنها رغم إعاقتها من الموظفين المتميزين والموهوبين. لم أواجه في العمل أي صعوبات، خاصة بعد تحفيز المدير للموظفين بتعلم لغة الإشارة، وهو ما سهل التعامل بيني وبين باقي الموظفين. أن هاي الفئة أثبتت جدارتها، وبالعكس كان في هناك في جوانب فيها متفوقة حتى على الأشخاص الأسوياء في هالجوانب، لأن أنا حقيقة ما أعتبرهم يعني هم صحيح أنهم ذوي احتياجات خاصة، لكن أيضا ذوي قدرات خاصة تميزهم عن ذوي احتياجات خاصة الأشخاص العاديين. هم أناس لديهم الإبداع وروح التحدي التي تعينهم على الصمود والتفاؤل، لكنهم بحاجة ماسة لدعمنا ومساندتنا ليواصلوا مشوار تألقهم في أعمالهم.